السيد الوزير مزيان هذا الشيء اللي قلت، ولكن للاسف الشديد عدد كبير من مغاربه العالم دوزوا تجارب بريره مع هذه الشركات الصيف اللي داز. اليوم خلينا نشوفوا المستقبل. انا بحكم انتمائي لمغاربه العالم بغيت ننبهكم ان عمليه مرحبا المقبله غادي تكون اكثر استثنائيه، خصوصا بعد الانجازات اللي حققوها اسود الاطلس، وممكن تحطم كل الارقام القياسيه. السيد الوزير، اللاعبين اللي عدد كبير منهم كينتميوا لمغاربه العالم داروا النيه مع وليد الركراكي وشفتوا فين وصلوا، وهي نفس النيه اللي دارتها الجاليه مع بنك المغرب وشفتوا الارقام القياسيه ديال التحويلات، وهي كذلك نفس النيه اللي داروها مع قضايانا الوطنيه في بلدان الاقامه ديالهم، ونظموا وقفات ومسيرات من اجل الوطن. السيد الوزير، كنترجاكم ديروا معاهم النيه وحميوهم من الممارسات ديال بعض شركات النقل الجوي والبحري، وكذلك كنطلبوا منكم ايجاد صيغ تحفيزيه لفائده الاطفال باش نزيدوا نخليهم يرتبطوا اكثر بوطنهم الام. وما بغيناش تكرر ديك المشاهد الدراميه بالمطارات غير حيت مسافره عندها كيلو ولا جوج زايدين كيمحنوها ويعذبوها ويجرجروها. سيد الوزير، يجب وضع مصلحه.